حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، الشكر ينجي من المهالك. كلنا وبخاصة في هذا العصر نسعى أن نحمي أنفسنا من المرض، من الشر، من الأذى. أخطار كثيرة تحيط بنا، كيف ننجو من هذه المهالك؟ كيف ننجو من الشر؟ كيف ننجو من الأذى؟ كيف ننجو من النقص المادي؟ كيف ننجو من المرض؟ إلى آخره. الحقيقة أنا لدي آية عظيمة أحببت أن أتذاكرها معكم في قصة سيدنا لوط عليه السلام. سيدنا لوط أنجاه الله من موت مؤكد، جعل الله عاليها سافلها. المنطقة التي كان يسكن فيها سيدنا لوط عليه السلام مع أهله حدث فيها ما يشبه مجموعة من البراكين، ربما بركان غطى هذه الأجساد التي كانت ترتكب نوعا عظيما من أنواع الفاحشة. ربما حدث خسف في تلك المنطقة وانهيارات أرضية أدت لدفنهم تحت التراب. ورأينا أيها الأحبة إحدى المدن الإيطالية التي تم اكتشافها قبل يعني سنوات، حيث كانوا يرتكبون كل أنواع الشذوذ والفاحشة، فثار بركان بالقرب منهم وكانوا يتمتعون بصحة جيدة وبحالة اقتصادية ورخاء وازدهار. فثار البركان بشكل مفاجئ ودفنوا تحت رماد البركان وتحجرت أجسادهم عبر 2000 سنة تقريبا أو أكثر بقليل، ورأيناهم اليوم بالصور. سيدنا لوط كان لديه ميزة عظيمة جدا، أنه كان يشكر الله دائما، كان كثير الشكر، كان من الشاكرين. لذلك هذا الشكر كان سببا في أنه أنجي من هذا العذاب المحتم. الله تبارك وتعالى يقول في سورة القمر عن قوم لوط: إنا أرسلنا عليهم حاصبا، يعني حجارة بركانية ملتهبة. الحاصب أيها الأحبة هو الحجارة الصغيرة، قطع الحجارة الصغيرة. إنا أرسلنا عليهم حاصبا على قوم لوط إلا آل لوط نجيناهم بسحر، أي أنجاهم الله وقت الصبح. وقت السحر طبعا هو وقت الصبح أو قبيل الصبح بقليل. فعندما أنجاهم الله عز وجل كان من سيدنا لوط أنه شكر الله أكثر. طيب ومن قبل؟ من قبل كان يشكر الله. إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. كذلك نجزي من شكر، يعني الشكر ينجيك من المشاكل والهموم والمهالك. نحن الآن أيها الأحبة في هذا العصر حقيقة أكثر شيء هي المخاوف من المستقبل، لا نعلم ما الذي سيحدث غدا في ظل الوباء الذي يضرب الأرض اليوم، تعطل الكثير من الأعمال، الماسونية العالمية، الحرب على الإسلام، الأشياء التي يسوقها الغرب لدفع الشباب للطغيان والفاحشة وحتى الانتحار. إذن أنت الآن بحاجة أن تنجو من هذه المهالك. ما هي الطريقة؟ الشكر، أن تقول الحمد لله. لذلك أحبتي في الله،
عندما نفتح القرآن العظيم بعد أول آية بسم الله الرحمن الرحيم، ما هي الآية التي نقرأها بعد أول آية من القرآن مباشرة؟ نقول الحمد لله رب العالمين، كأن الله يريد أن يقول لك رسالة قوية هذه من الله عز وجل. كما أن الله افتتح كتابه بالحمد، إذن أنت ينبغي أن تفتتح أعمالك كلها بالحمد. فإذا أصابك أي مكروه قل الحمد لله، إذا أصابتك سراء قل الحمد لله، إذا جاءك رزق قل الحمد لله. يجب أن يكون لسانك دائما الحمد لله عز وجل، هذا هو مفتاح النجاة من الشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من الشرور، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.